caalimka weyn ee Soomaaliyeed Sheekh Cabdulqaadir Sheekh Maxamed Mataan Sheekh Cabdulqaadir Culow oo la hadlay Al-Maxmuudiya TV ayaa hambalyo gaar ah u diray shacabka degan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, isagoo sheekhu ku tilmaamay ixtifaalka mawliidka Nabiga Calayhi Salaatu Wasalaam ee sanadkan Hijriga 1441 mid si gaar ah loogu xasuusan doono shacabka reer Muqdisho ee ahlu iimaanka ah jecelna Nabigooda Calayhi Salaatu Wasalaam. سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجرين إلى جنات رب العالمين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم إخوتي في الله kelimaadkii aad maqlayseen oo halkan laga cabbiray luqoyinka kala duwan oo waliba ta'siir aad iyo aad u badan lahaa ayaa waxay ku filan yihiin xafladan kelimadii loogu talagalay oo idil ku filan haddii lagu daro sheekha kelimadii hadda ugu dambeysa oo uu soo jeediyey waxa weeye ayadana bayaan aad iyo aad u badan waa ujeedin yani sida loo sheegay bishan Rabiicul Awwal oo ahayd bishii Rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo dhexdeeda ku dhashay way la gudubtay halkan kaliya ma ahan caalamka meelo badan ayaa weli faray aysan ka qodnayn in xafladii weli ay socdaan walow anna camilna kulla yawmin لأحمد مولدا قد كان واجب سداسة كعب رين عارفينتي يا محبينتي رسولك عليه الصلاة والسلام مركز سداسة دراد ديد أنك وآدي آدم فرح سنة هاي فرح حد أن التعبير كيدنا وحد أفك لغا شيء كرم أهن كلمة دي إذا مركز وحن ربا أنك إنان كسو قبق قبيو أو أن أغفى إيديستو ولا يفوتني في هذا المقام إنان شيئو شكرا وشكرا وشكرا جزيلا وحقصك ناضي مركة وهو الرئيسة شعبك دقن شعبك دقن أما ددوينها دقن مقالة مغدشو ددوينها مقالة مغدشو دقن وحان أقوم هاد علنا يا وحي تحيوات أكتهين ملكستا أو عالم كان هدى عن كل نور نحن والبقوا يا سنة كان كن إيو أفر بقول يكو يأفرتن هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام موليد كجرة وكعلى مدرسين هاي مواليد دي لصور عفي أو إذل عوج على مدرسين هاي نينكي متضاول كأها إسكت دريري رسولك صلوات الله وسلامه عليه أفكر ديرا آتكي آتك سوء الأدبك يعني محوها هي كلمات كي أن للشيء كرين أفكار أن سوى مرسي كرين الرسول كوكف عليه الصلاة والسلام إنه بشان ضد كوي فرح سيه إن تو تجا ماشي وجود درنا إذا فرحت بإكس عتي قد معي إنه عرمه ويعني الرسول كأول كجراحي أما وحلا مذا هدنا ومدي لسهر استاجه أي رهدين مايا كفى انتي هريتا يا كفلان نلاهر ايمان ميسد ان رسولك صلوات الله وسلامه عليه مركه لا توقفتد منك ييلينو منك اقبلينو اسكو داي بدن يو حوق ان لو دقن غليو يو ان اود دولديد لو اديكسدو وحيو اذن بو يسعون وايين وحينا كسعون وايين ددك عاشقينتا محبينتا رسولك جعل صلوات الله وسلامه عليه oo magaaladaas degan oo Ilaahay uu ku karaameeyay sanadkan inay qaataan sharaf iyo cizzi iyo karaamo awl ba ayagoo yaani rasuulka xabiibka salaatu laahi wa salaamu alayhi jaclaantisa Ilaahay uu ku siiyay haddana mid dheeraada fadli Ilaahay ah subhanahu wa ta'ala sanadkan ku helay assalaamu alayhi